كما اعلنت مملكه البحرين عن اقامه علاقات دبلوماسيه مع جامايكا حيث تم التوقيع على بيان مشترك لاقامه علاقات دبلوماسيه بين البلدين وذلك بمقر الامم المتحده بنيويورك في اطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات بينهما ونوه معالي وزير الخارجيه الى ان هذه الخطوه ستمضي بعلاقات التعاون المشترك لافاق متطوره على جميع الاصعده وستساهم في تعزيز التنسيق المتبادل حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز مصالح البلدين الصديقين